ما كنت بدي أقتله أبداً. أنا حتى ما بعرفه لا أقتله. دخل على حياتنا فجأة مثل كأنه شي عاصفة دمرتنا. ويلي عرفته عن باغواتي إنه كان بده يحتل أراضي الضيعة كلها أساساً، يمكن لحتى يستعرض قوته. كان طماع كتير وجشع وعنيد وما بيهاب حدا. احتل نص أراضي الضيعة بالنصب والاحتيال على العالم كله. كل يلي حاولوا يوقفوا بوشو انقتلوا. باغواتي عمل رعب بكل بيت من بيوت الضيعة. الفلاحين والعمال الموجودين كانوا خايفين كتير. بدل ما يدافعوا عن حقهم بلشوا يتركوا كل شي وراهم ويروحوا لينقذوا حياتهم وحياة أولادهم. أنا وسام يمكن كنا عملنا مثلهم، بس باغواتي هاني قلل الأدب والطاول على أمي. هان أمي قدامي ودفشها كمان. ما قدرت أتحمل وأسكت له. تقاتلنا قتالة كبيرة يومها. بعت رجال يخطفونا بس ما قدروا يوصلوا لنا. كان بده يعملني عبرة، كان بده يقتلني قدام الكل. ولأنه أنا بعرف باغواتي منيح، كنت بعرف إنه ما رح يشفع على عيلتي بعد ما يقتلني، ما رح ينتهي حقده هون. ولهيك مشان أنقذ عيلتي من كرهه وحقده مسكت المنجل اللي قدامي وبدون أي وعي أنا قتلت باغواتي بإيدي. باغواتي مات بعدها، بس رجاله ضلوا يلاحقونا ليقتلونا. ولحتى نخلص من هاي الورطة اضطرينا نترك الضيعة. وبقلب كل هالعجقة أنا وسام افترقنا، ومن هداك اليوم ما منعرف شي عن بعض. وهيك افترقوا العيلتين بنتي. بالأخير هرب كل واحد منا بالطريقة اللي بيناسبه. ما كان معنا شيء، لا أكل ولا عنا مكان نسكن فيه، حتى مصاري ما كان معنا. مرقت بأيام صعبة كتير، بعدين قررت أبدأ من الصفر حتى أقدر أسعد عيلتي. أنا ما كان بدي غير كون شخص ناجح بعيونكم. بعرف كمان إنه سام عانى نفس الشيء وقتها. حالنا كان من بعضه يا بنتي. اشتقت لرفيقي كتير، بس ما كان عندي طريق ألاقي. كيف بدي أعرف شو صار بعائلة باغواتي بعد كل هالوقت؟ مرقوا سنين كتيرة يا بنتي.